لما راح نكونوا أسرة ما نقدروش نفصلوا الزوج على الوالدة تاعو، وأنا نقول أنه أي زوجة تدخل يعني في مقارنة ولا في يعني في نقاش مع زوجها بخصوص الوالدين تاعو هي يعني زوجة فاشلة، صراحة زوجة فاشلة. هنا ممكن نقولوا الزوج في هذه النقطة بالذات، الزوج هو اللي يتحمل على العاتق تاعو المسؤولية الكبيرة في إدارة العلاقة ما بين الزوجة تاعو وما بين الوالدة تاعو، لأنه هو اللي ملزم باش يرفد يمه. هو ملزم باش يرفد يمه، هو يعني ملزم الأم أكيد تاعو. أكيد هو ملزم، ولكن حنا واش نقولوا للزوجة؟ أنت ملزمة بطاعة الزوج تاعك. إذا كنت تحبي الزوج تاعك لازم تحبي يمه. هو باب حنا واش نقولوا؟ أنا نقول لهم يعني عادة في الاستشارات نقول لهم شوفوا، يقولوا أنه الدخول إلى قلب الرجل من المعدة تاعو، أنا نقول لهم الدخول إلى قلب الرجل عن طريق المعاملة مع الوالدة تاعو. هذا الشيء مهم جدا، خصوصا إذا كانت الوالدة تاعو ما تأذيش، إنسانة ما تأذيش. إذا كان مثلا هذوك أنا نسميهم توابل الحياة، يعني هذوك المناقشات الخفيفة، هذوك اللي يكونوا في الدار ما بين العجوزة والعروسة، هذو المفروض أن الزوج ما يتدخلش.